ايش فيه بدر؟ الله يرحمه، انا بالنسبه لي ميت من زمان. الميراث مربوط بوصيه. ترى ابوك يوم كتب هالوصيه وش كان يفكر فيه؟ هو كم الورث؟ الولد راح يحصل على 20 مليون. تحترق الوصيه اللي تفرق بين وبين عيالك. تكلم ولا طلعت لك الشرطه الحين. يا ابن الحلال لازم تساعده بتنفيذ الوصيه. كان يقول ما راح اسامح نفسي وراح اكره اليوم اللي قبلت فيه تنفيذ الوصيه. والاولى انك تفرفر ولا انك تودي بنتك المستشفى. الفلوس هذه ما احنا قاعدين نركب وراها. ربك هو اللي ارسلها. ايش فيك كذا كل ما صار شيء بدي يدك؟ عارف عن ايش قاعد اكلم؟ كل الكلام اللي قلتيه مو راضي يدخل راسي ابد. لقيت ابوي. انا مالي ابوك سلطان. لو كلامك صح كان من زمان لقيته هنا. انا بالنسبه لي ابوك مات من زمان. نار يا ولد حرام عليكم. ليه كذبت علي؟ ليه ما علمتني؟ كلمت تحت راسي بعد. انت يما تحبيني ولا لا؟ والله لا اعلم ابوك وافضحك عند اخوانك. يا اخي واجه خلك رجال. خلاص هجل. خلاص بروح البيت يا حبيبي.